ماركو ايه؟ انا عامله الفيديو ده تضامن مع نيرال ونوران. بقيت الاقي على التايم لاين حاجات زي الزفت طبعا من صفحات مصريه وحاجات وسخه جدا. الناس تقول لك اميتوا الباطل بالسكوت عنه. طيب اني باطل بالظبط؟ انتوا عندكم مقاييس غريبه للباطل. والله هو الباطل والاغتصاب مش باطل، وان الواحد يختار يعيش حياته ازاي هو اللي باطل. فانا مش فاهمه بصراحه ايه اني مقاييس للبطل المجتمع ده ماشي عليها. ويوم القيامه ام لا يوم القيامه ام لما بقى في تحرش في الشارع والست ما بقتش عارفه تمشي، يوم القيامه ام لما مستوى او الطريقه اللي بنقيم بيها الخطا بقت ليها علاقه باختيار الانسان، باختيار الانسان في جسمه في شكله في حريته في الطريقه اللي هو عاوز يخرج بيها للشارع. الواحد لازم يكون مسؤول اكتر من كده. احنا مش حيوانات، احنا المفروض عندنا مخ ومميزين بمخنا لان يعني نقدر نحلل ونختار نتصرف ازاي. تمام، احنا مش كلاب سعرانة يعني، ده حتى الكلاب فيها مخ عن كده يعني. الكلب لما بتقول له عيب ما تاكلش ما بياكلش، ما بيروحش غصب عنك يقعد ينقر في اكلك لو متدرب كويس. يعني احنا اوسخ من الكلاب كمان، ده حاجة يعني مش معقولة. والناس بقى ايه ما صدقت بقى مصيبه وتشبع فيها لطمه وقله ادب وشتيمه وتهديد واغتصاب ومش اغتصاب. في ايه الوساخه دي؟ ده عادي يعني؟ لا حرام. حرام ايه؟ ايه اللي حرام؟ ده يعني مش حرام، ده مصيبه سودة ان يبقى الاغتصاب والاعتداء الجنسي شيء مفروغ منه كده. يلا يا جماعه ده واحد معرفش خسر في الماتش، والله هننفخ هنطلعه حامل، ده عادي خالص. ان الواحد يتكلم عن الاغتصاب ده شيء عادي خالص. ما انت ما الغالبيه العظمى اللي بيحصل لهم اغتصاب ستات، انت هتحس ازاي؟ التعامل مع الاغتصاب كانه حاجه عاديه خالص وما فيهاش اي مشاكل، ده خلل في المخ. المجتمع هو اللي مريض مش البنتين اللي قرروا يتكلموا. هما اساسا اوريدي في كندا يعني، بعيدا عن اشكالكم الوسخه كلكم، هما عايشين بره وعايشين كويس وعاملين البوست ده اصلا من زمان يعني. اللي قال حفر ولقاه ده يلا ونشره، هو تقريبا كان انفلونسر، وانفلونسر بدايره وسخه، فالموضوع انتشر في السوشيال ميديا ووصل للمناظر الزباله اللي معروفه في مصر يعني. بس هما البنتين اوت من زمان يعني، في ناس غيرهم كتير برضو اوت. وان هما يقفوا لنفسهم يعني ان هما ما يخافوش، ده شجاعة منهم، شجاعة منهم ايا كان معتقدهم. انا بصراحة انا ممكن واحد يكون مؤمن بالفرخة المشوية يعني، بس الطريقة اللي بيتعامل بيها مع الموقف تخليني احترمه. فنبطل وساخة. لو انا من بره الموقف خالص وهشوف مين بيعمل ايه بصراحة يعني، هرجع من الطريقه اللي المصريين والمنطقه بيتعاملوا بيها مع اي اختلاف، بعيدا عن انه مثليه او مش مثليه. ايه القرف ده؟ بيحكموا بالاعدام على الاشخاص مباشره، بيحكموا بان هم لازم يغتصبوا، بيحكموا على انه مش ده فساد في الارض، ده فساد في الارض. انت بتقوم بالاعتداء، انت اللي بتنيشيت المبادره بتاعت الاذى، انت اللي عاوز تاذي. المبادره دي هي الفساد، هي دي الغلط. لو احنا عملنا سكيل كده زي سلم كده للوساخات، الاعتداء على الاخرين فوق فوق خالص. مش انك تختار انك تبقى ايه هو اللي غلط، الاعتداء على الاخرين هو اللي غلط، تهديدهم هو اللي غلط. دي اعلى مراتب الوساخه. فانتوا في اعلى مراتب الوساخه يا جماعه، الف مبروك.